أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أفضل أدوار الشطرنج الحديث. معادنا مع أفضل ثاني دور لعب في 2018 بين أيقونة أرمينيا للشطرنج ليفون أرونيان وبطل العالم السابق الروسي فلاديمير كرامنيك في نهائيات تصفيات بطولة العالم. وأرونيان بالأبيض لعب افتتاحه المفضل الراي لوبيز ورد عليه كرامنيك بدفاعه الشهير دفاع برلين، وهو سلاح فعال استطاع به كرامنيك أن يفوز على كاسباروف العظيم في سنة 2000 وينتزع منه بطولة العالم بفضل هذا الدفاع الذي يتميز بالنقلة الثالثة للأسود نايت F6. ولم يستطع كاسباروف أبدا أن يفوز على كرامنيك رغم أنه يلعب بالأبيض، مما جعل كرامنيك يفوز بهذه البطولة حتى سموها بطولة دفاع برلين. وبالطبع الكثير يعلم أن كرامنيك يلعب دفاع برلين فيتم التحضير له جيدا، ولكن دائما كرامنيك يغير في أسلوبه. فهل استطاع أرونيان أن يقتحم دفاع برلين أم أن كرامنيك أثبت أن دفاع برلين لا يقهر، وخاصة أنه يلعب هذه النهائيات في مدينة برلين بالذات؟ أرونيان بالأبيض وبدأ E4 ورد كرامنيك E5 نايت F6 نايت C6 بيشوب B5. ده بيسمى الراي لوبيز أو الطابق الأسباني، وأغلب اللاعبين بيلعبهم A6 لطرد الفيل، وده بيسمى نظام مورفي. ولكن كرامنيك لعب نقلته المفضلة نايت F6 ودخلنا في دفاع برلين يطلب بيدا الE4، وعادة الأبيض يبيت، والأسود لو أخذ بيدا الE4 يسمى الراي لوبيز المفتوح. أما إذا لعب بيشوب E7 فيسمى الراي لوبيز المغلق. ولكن أرونيان أكمل بD3 بيحمي البيدا، بيشوب C5 بيشوب C6 D6، وهنا أرونيان بيت وكرامنيك لعب كوين E7. بيتهيأ للعب البيشوب B4 ويربط الحصان، واحنا عارفين ان ربط الحصان على الوزير والملك مبيت بيكون سلاح قوي، ولذلك أرونيان لعب H3 وبيمنع المربع. وعادة الأسود بيكمل بالبيشوب D7 ويقوم بالتبييت الطويل، ولكن كرامنيك لعب روك G8 طالب يلعب G5 والG4 ويضغط على جناح الملك. وهنا الأبيض بيعاني كثيرا، فهو مثلا لو لعب نقلة زي C3 طالب يلعب D4 الأسود هيكمل G5، ورغم أن البيضة يستطيع الأبيض أخده إلا أن ده خطأ فادح. فبعد مثلا بيشوب G5 الأسود بيقوم بالتضحية المعروفة بيشوب H3، وإذا الأبيض أخذ بيكون الفيل مربوط على الملك والأسود بيلعب H6 ويفوز بالفيل. ودي الفكرة الرئيسية من الروك G8، ولذلك الأبيض ما بياخدش البيضة إنما بيكمل بالD4 طالب الفيل، والأسود بياخد، وبعد الأخذ الفيل بيتراجع والأسود له هجوم قوي، فالبيدا كما عرفنا محصن وبيهدد بالG4 وكذلك بيهدد بيدا الE4 ووسط الأبيض بينهار. بينما إذا لعب نقلة زي النايت C3 الأسود بيكمل بالG5 والبيدا كما عرفنا محصن، والأسود هيلعب الG4 بهجوم قوي،
واخيرا لو الابيض حاول يتخلص من الفيل الجيد بنقلة زي البيشوب E3 الاسود هياخد وبعد الاخذ هيلعب G5 ثم G4 والاسود هجومه قوي ولذلك ارونيان لعب النقلة الوقائية King H1 وبيبتعد عن العمود اللي بيحتله الرخ وكذلك عن الوتر اللي بيحتله الفيل ودي ربما افضل نقلة لكن هنا كرامنيك كان محضر نقلة جديدة فاجئ بها ارونيان نايت H5 بيفتح الوتر للوزير لمراقبة المربع G5 مع الرخ والاسود بيهدد بالG5 وربما افضل نقلة هنا للابيض هي النايت C3 وبعد الG5 ممكن يكمل بالنايت E5 بيفوز ببيدق وفي نفس الوقت بيهدد الحصان على الH5 ولو الاسود كمل G4 بيلعب ببساطة D4 وبيحمل حصان وطالب الفيل وربما الموقف ده هنوصل لمثيله في الدور على اي حال ارونيان ملعبش النايت C3 انما لعب C3 طالب يلعب D4 ويقفل الوتر امام الفيل والاسود كمل G5 كرامنيك بيستغل ان تعبئته افضل كثيرا من تعبئة الابيض ولذلك بيبدأ الهجوم سريعا وبيهدد بالG4 ولو الابيض حاول يكمل بخطته المعروفة D4 الاسود له احتمالين اما يكمل في هجومه بالG4 او ربما الافضل ياخد على المربع D4 وبعد الاخذ الفيل بيتراجع على اساس ان الوزير طالب بيدق الE4 لكن الابيض لا يبالي وبيكمل نايت H2 والوزير لو اخد البيدق الرخ هيجي في الE1 ويربط الوزير وفي نفس الوقت بيخلي الوتر لمهاجمة الحصان والاسود بيكمل نايت F6 E5 نايت D5 وبنخرج بموقف الاسود له هجوم قوي في جناح الملك وبيهدد بالبيشوب E6 ثم التبييت الطويل والاسود دوره قوي للغاية إذن اللعب الهادئ لا يناسب هذا الموقف وبالفعل ارونيان كمل باللعب الشرس بنايت E5 بيفوز ببيدق وطالب الحصان والاسود لو اخد بيكمل اما بالD4 او ربما بياخد الحصان مباشرة وبيخرج فائز ببيدق ولكن كرامنيك لم يأخذ الحصان بل استغل هذه النقلة افضل استغلال وكمل G5 اخد المبادرة ودلوقتي الابيض في حيرة فحصانه مطلوب وفي نفس الوقت لا يستطيع اخذ البيدق بالحصان والا هتكون نقلة كارثية والاسود هيكمل سعيدا بيشوب G4 طالب الوزير وبعد HG4 كوين H4 تشيك كينج G1 نايت G3 طالب المات بدون اي دفاع لاحظ ان الابيض لا يستطيع اخذ الحصان لان البيدق مربوط بالفيل اذا ارونيان لا يستطيع اخذ البيدق وكمل G4 طالب الفيل وبيحمي حصانه وكرامنيك تراجع بالفيل طالب ياخد الحصان ويفوز ببيدق وله هجوم قوي في جناح الملك وهذه المرة ايضا الحصان لا يستطيع اخذ البيدق والا هيتلقى المات بطريقة اخرى ببيشوب G4 طالب الوزير وبعد HG4 كوين H4 تشيك كينج G1 كوين H2 تشيك ميت ايضا الابيض لو حاول ياخد بالبيدق هتكون نقلة كارثية لان الاسود هيكمل كوين H4 تشيك كينج G1 وهنا الاسود مش هياخد البيدق بالفيل ولكن هيضحي بالرخ طالب بيدق الE4
وبيصوب كذلك على بيدا الجي 2 والابيض مجبر على اخذ الرخ وهنا بياخد بالفيل طالب الوزير وطالب المات والاسود بيفوز. اذا الابيض بيعاني كثيرا وارونيان كمل جي 3. بالطبع الاسود لو اخد بيدا الاتش 3 هيترك الفرصة لأرونيان لأخذ الحصان ويفوز بقطعة، ولذلك لعب أولا بيشوب إي 5 دي إي 5 كوين إي 5. طالب ياخد بيدا الإي 4 بتشكل الملك، ولذلك أرونيان لعب مضطرا كوين دي 4 طالب التكسير، لكن كرامنك رفض التكسير وتراجع بالوزير. طالب ياخد على المربع H3 ويفتح العمود، وهنا بتجيء التضحية المعروفة بنايت G3 والاسود له هجوم قوي للغاية، ولذلك ارونيان لعب H4 وكرامنك بيحاول يبعد الوزير عن حماية البيدق وكمل C5 طالب الوزير، والكمبيوتر بيقترح العودة للمربع D3 لكن أرونيان ذهب للمربع C4 ودي كانت غلطة منه. فرغم انه محافظ على حماية البيدة الا ان كرامنك جات له الفرصة الذهبية ببيشوب E6 طالب الوزير وبيتهيأ للتبييت الطويل. اذا عاد الوزير للمربع D3 الاسود لن يستطيع التبييت لكن يستطيع لعب الروك D8 وطالب الوزير وقطع الاسود كلها دخلت اللعب، ولذلك ارونيان ذهب للبي 5 تشيك سي 6 كوين اي 4. ما زال بيدافع عن البيدق لكن اتاخر كثيرا في التعبئه، فالوزير على جانب الرقعه وجميع قطع جناح الوزير ما زالت خامله بينما قطع الاسود كلها متجهه لجناح الملك. وكرامنك لعب نقلة الدور F5 ومن هنا الاسود في طريقه للفوز. دلوقتي الابيض في حيرة، فلو اخذ البيدق هتكون نقلة كارثية لان الاسود هيقوم بالتضحية الجميلة نايت جي 3 تشيك بشوكة للملك والرخ، واذا الابيض اخذ الاسود هيكمل ببيشوب دي 5 تشيك كينج جي 1 كوين اي 2 طالب المات، والدفاع الوحيد هو الروك اي 1 وهنا حيعطي المات في نقلتين بكوين اي 1 تشيك روك اف 1 كوين جي 3 تشيك ميت. اذا الابيض لا يستطيع اخذ البيدق وارونيان كمل بيشوب جي 5 طالب الوزير، لكن كرامنك كان تمكن من الدور وكمل روك جي 5. لاحظ هنا ان التضحية بالرخ ليست خسارة مادية لان الاسود لديه العديد من القطع بينما ما زالت قطع الابيض خاملة اتش جي 5. كرامنك ما اخدش البيدة انما كمل بالاف 4 وبيفتح جميع الاعمدة والاوتار على الملك. الابيض لو اخد البيدة الاسود هيكمل بنايت اف 4 وايا كانت نقلة الابيض الوزير هياخد على الجي 5 وهينفرد مع الفيل والحصان بالملك اللي هيتلقى المات، ولذلك هنا ارونيان تراجع بالوزير للدفاع عن الملك روك دي 8 طالب الوزير، والرخ بيدخل فورا لساحة المعركة كوين سي 1 اف جي 3. بالطبع الابيض لا يستطيع اخذ البيدق والا هياخد بالحصان بشوكه للملك والرخ والاسود هيفوز، ولذلك حاول يائسا اخراج قطعه بنايت 3 لكن هنا جاءت نقله قويه حسمت الدور لكرامنك. يا ترى ايه هي؟ كرامنك لعب روك دي 3. ارونيان بيقول ان عندما رأى هذه النقلة
حس كأن شوكة غرست في عنقه. الأسود بيهدد بالأخذ على المربع F2 وفتح الصف للرخ، ولذلك أرونيان لعب سريعا روك D1 بتحاول يتخلص من الرخ، لكن كرامنيك كان محضر نقلة في منتهى الجمال. يا ترى ايه هي؟ كرامنيك لعب النقلة الرائعة بيشوب D5. اولا بيترك الرخ، ثانيا بيضحي بالفيل، لكن الابيض لا يستطيع الاقتراب والا هيتلقى المات، ومن هذه النقلة الاسود بيفوز في جميع التفريعات. الاسود بيهدد باخذ بيدة الE4 سواء بالفيل او الوزير بتشكل الملك، والملك هيتلقى المات، ولذلك الابيض لا يستطيع اخذ الفيل او اخذ الرخ، وكمل F3 وبيحمي البيدة، لكن الاوان قد فات وكرامنيك كمل ببساطة GF3 ومازال الرخ والفيل مطلوبين، والابيض لو اخذ الرخ الاسود هيلعب ببساطة Qe4 طالب يلعب F2 وبيكشف كش بالوزير والملك في طريقه لتلقي المات، ولذلك ارونيان ما يقدرش ياخد الرخ انما اخذ الفيل، وهنا كرامنيك كمل Qe2 طالب تشيك ميت، لكن هنا ارونيان وجد فكرة جميلة بروك E1 وبيربط الوزير على الملك، وربما يبدو للمبتدئين ان الابيض فاز اخيرا لانه حيفوز اجباريا بالوزير، ولكن كرامنيك على العكس اجبر ارونيان على التسليم بعد G2 تشيك، وارونيان سلم، لان الابيض لو جه في المربع G1 الاسود حيلعب F2 تشيك وحيفوز بالرخ وكذلك بتشيك ميت، وربما افضل نقلة هي الكينج H2، لكن هنا كرامنيك حيجبره على نفس الموقف بG1 كوين تشيك، كش مزدوجة بالوزيرين، ولذلك لابد ان يأخذ وزير الG1. كده وصل للموقف المثالي بF2 تشيك كينج G2، حيتلقى المات بF1 كوين تشيك ميت. الحقيقة بداية موفقة من كرامنيك ونهاية بارعة ايضا منه، جعلت هذا الدور يفوز بالمركز الثاني لسنة 2018، بل ان 3 من المراقبين اعطوه المركز الاول. ارجو ان يكون هذا الدور قد اعجبكم، والى اللقاء في ادوار اخرى اكثر تشويقا. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.